ونحن نأسف أن الناس بسبب عدم تطبيقهم لما يدرسونه في كتاب الله سبحانه وتعالى مما يؤدي بهم إلى الفهم لهذه اللغة، ربما يتركون ما هو أمثل منها وما هو أبلغ إلى ما هو دون ذلك. فقد تكون هنالك استعمالات شائعة وهي ليس فيها خطأ، ولكن مع ذلك نجد استعمال الفصيح الذي جاء به القرآن يخالفها. فلا ينبغي لنا أن نترك لغة القرآن إلى اللغة التي هي أدون منها. على سبيل المثال، أنا أعرف الآن لو استعمل الإنسان كلمة رجع وجعلها متعدية، جعل هذا الفعل متعديا، لعد الناس ذلك منه خطأ، لأن عادة الناس أن يقولوا الآن أرجع يرجع إرجاعا، ولكن اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن هي بخلاف ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، ويقول عز من قائل: فلا ترجعوهن إلى الكفار، ويقول عز من قائل: يرجع بعضهم إلى بعض القول، ويقول: والسماء ذات الرجع، ما قال ذات الإرجاع، ويقول: إنه على رجعه لقادر. فالفعل الذي هو رجع يستعمل لازما ومتعديا، أما إن كان لازما فمصدره الرجوع، وإن كان متعديا فمصدره الرجع. ولكن مع ذلك نجد كبار أئمة اللغة في وقتنا هذا وفيما قبل هذا الوقت بفترة من الزمن لا يستعملون الرجع، وإنما يستعملون الإرجاع، ويقولون أرجع يرجع إرجاعا، مع أن هذه اللغة لم يأتي بها القرآن الكريم، هي لغة ضعيفة ذكرها ابن الأعرابي من أئمة العربية. ومهما كانت صوابا إلا أنها لا ترقى إلى ذروة اللغة التي جاء بها القرآن. فينبغي أن نتبع الأسلوب القرآني في التعبير، لأن القرآن كما يقال تشريع في التعبير كما أنه تشريع في العبادة. على أن الإهمال لهذه اللغة التي جاء بها القرآن الكريم قد يؤدي إلى أن يعتبر الإنسان الصواب خطأ، وقد يقع في الكثير من الأخطاء. أنا سمعت أحدا من الناس يقول بأن أحدا من المفكرين كان يقول بأن النص القرآني يثبت بأن آدم خلق بعد حواء، وليس ما يقوله الناس من أن حواء خلقت بعد آدم صوابا، بل هو خطأ، لأن القرآن يثبت ذلك. من أين؟ من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يعني نظر إلى كلمة زوج وظن بأنها لا تطلق إلا على المذكر، مع أن كلمة زوج تطلق على المذكر والمؤنث في القرآن. فالله تعالى يقول خطابا لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة، ويقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كلمة زوجة هذه لغة ضعيفة، وقد جاء شاهد لها من كلام الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ومع هذا كله استعملها الفقهاء كما يقول الإمام ابن عاشور في تفسيره من أجل التفرقة بين الرجل والمرأة في الأحكام الفقهية إن كانا زوجين، استعملها الفقهاء لأجل هذا الغرض. وإلا فالاستعمال الفصيح كما
هو في القرآن الكريم. نحن نجد الناس الآن يأتون ببعض أدوات الشرط في فعل الشرط وفي جوابه، هذا من الخطأ وينبغي أن يفهموا هذا الخطأ. مثال ذلك قد يقول أحدهم طالما فعلت كذا طالما فعلت كذا، كلما فعلت كذا كلما فعلت كذا، لماذا تعاد كلما وهي أداة الشرط؟ هي حلت محل أداة الشرطنا، فلماذا تعاد في فعل الشرط وفي جواب الشرط؟ هل يقال إن فعلت كذا فعلت كذا؟ هل يقال إن أتيت كذا إن أتيت كذا؟ هل يقال إن فعلت كذا إن فعلت كذا؟ إن أتيت كذا وإن وقع كذا تعاد إن مرتين؟ لا. فكذلك كلما لما حلت محل الشرط لا يمكن أن تعاد في جواب الشرط بعد ذكرها في فعل الشرط. والشواهد من القرآن واضحة، الله تبارك وتعالى يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ما قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أطفأها الله، وما قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أعيدوا فيها، وما قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. علينا أن نتبع الأسلوب القرآني في التعبير وأن نتعالى عن هذه الشقشقات وعن هذه التقعرات التي لا أساس لها في اللغة. علينا أن نتبصر، واللغة العربية يجب لأجل المحافظة على القرآن ألا تخضع لمثل هذه التطورات التي تؤدي بها إلى أن ينساها الناس نسيانا كاللغات الأجنبية. أدب شكسبير الآن لو أراد أن يدرسه الإنسان وهو متقن للغة الإنجليزية يحتاج إلى ترجمان، بسبب أن اللغة الإنجليزية تغيرت من وضع إلى وضع. ونحن وجدنا مصحفا قديما كتب عند أحد الفرس وكتب عليه تعليقات باللغة الفارسية، وأخبرني أحد الإيرانيين بأن هذه التعليقات التي هي باللغة الفارسية لا تفهم الآن في لغة الفرس الحاضرة إلا بترجمان، بينما اللغة العربية يقرأ الإنسان ما قاله امرؤ القيس وما قاله النابغة وما قاله عنترة وما قاله غيرهم من الشعراء الذين كانوا قبل الإسلام، ثم يقرأ بعد ذلك ما يكتبه الكاتبون على اللغة الفصيحة في وقتنا هذا، فلا يجد خلافا إلا في الشيء اليسير من الأسلوب بين تلكم الكتابات أو تلكم القصائد السابقة أو المقالات السابقة وما بين ما يكتبه الكاتبون. ويعي الإنسان بدون حاجة إلى مترجم لما قاله أولئك عندما يحافظ على اللغة العربية محافظة دقيقة، فحتى لا تكون هنالك فجوة ما بين معرفة القرآن الكريم وما بين معرفة القرآن الكريم والإنسان الذي يريد هذه المعرفة. يجب أن يحافظ على اللغة العربية السليمة كما كان ينطق بها العرب عندما نزل القرآن الكريم بهذا اللسان العربي المبين. فما كانت المحافظة على هذه اللغة بهذه الدقة إلا من أجل المحافظة على القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.